السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي. زي ما أنتم شايفين الهمة الهمة الهمة، هو صح أنه متوفر الطريق الآن بسهولة ويسر وتطلع بالسيارة، بس أنا أبغى أجرب الطلعة بما أني أحب الطلعات. أنتم ما أنتم عارفين وين رايح صح؟ شايفين الجبل اللي وراي؟ هذا جبل أحد، جبل من جبال الجنة. الآن طلعتي بعد صلاة الفجر مباشرة، بطلع فوق قبل ما تطلع الشمس، لأن الجبل صراحة مرة كبير. يا أخي أنا من الناس اللي أحب أغامر، يعني مغامرات شيقة بالنسبة لي، أحب المرتفعات سواء جبال تلفريك من أي نوع. بسم الله لنغرز. أنا طالع مكان زحليق على قولهم، زحليق. يا أخي لما تصبح فوق تحس بجو ثاني، صح إن اللياقة ما هي فيه، بس بسم الله. دائما لما تطلع الجبل كل شوي تقول ها الحين اوصل الحين اوصل، كل ما تطلع فوق كل ما الجبل قمه الجبل تحسها بعيده. فانا احاول اطلع فوق قبل ايش ما يطلع الصباح عشان اوريكم المنظر هو يصبح فوق. طبعا ما بقي الا القليل. لياقه لياقه ما في ولا لياقه. ايش بقول جبل نسد، والله شكلي بجلس فوق بتاكل العصر. بسم الله. خلاص وصلت القمة، يا الله وصلت القمة، وصلت القمة يا شباب. هو صح سهل بس ما في لياقة. لياقة خلص والله، والله خلص يا حبيبي، والله خلص، والله خلص، والله ما خلص، والله ما خلص، والله خلص، والله ما خلص. ايوه هذه الزاوية اللي نبغاها، هذا الركن. بعد عناه دام نص ساعة من طلوع جبل أحد طلعت القمة. زي ما انتم شايفين هذه المدينة صراحة تعب، اللي ما عنده لياقة ما أنصح يطلع أي جبل. ليه ما يسوي حمية أو يسوي رياضة بعدها يطلع الجبل؟ صراحة أول مرة في حياتي أطلع جبل أحد، يعني طلعت جبال برا المدينة بس غير فوق جبل أحد وتشوف المدينة كاملة تحتك، كأنك طالع باراشوت أو إنك طالع بهليكوبتر طيارة وتشوف المدينة. ما أدري شو أقول من الخرجة. والله مخروش، تدرون شايل هم ورب الكعبة شايل هم النزول. يا بيب الله يا ويلي، والله كلها زحلقة زحلقة كذا، التربة لما تجلس عليها سي سي سي. المهم خذوا لقطة قبل ما تطلع. مدينتي الحلوة، مدينتي الجميلة، مدينتي الجميلة. يا الله لا أستطيع، لا أستطيع أن أصف المنظر لكم. يعني لما تشوفونه بالكاميرا ترى مو زي الشعور اللي انتوا يعني زي واقفين هنا فوق الجبل وتشوفون بيوت بيضاء كثيرة، أشجار خضراء كثيرة، خطوط من اليمين ومن اليسار. يا للهو، لمبات وصفر كادت أن تطفي الآن لشروق الشمس. أنا عارف إنها ما يراقبة كلها على بعض، بس يلا مشوا حالكم، هذا اللي طلع معايا في جبل أحد، يعني من الخرشة والله.
شايل هم النزول. انا عارف انه في طريق فوق ورا هناك بالسياره تطلع، بس لا حالات لما انت تطلع كذا الجبل برجولك، منظر ما شبعت منه والله. طورك فطورك، يا سلام يا سلام. أنا أخذه معانا ما نرميه، حطه هنا. بسم الله. أجمل ساندويتش مع شروق الشمس صراحة من أجمل السندوتشات. لا يغرك لا يغرك المظهر، ترى الذوق جبار. صحة. يمين بالله كأني برا السعودية، مرة برا برا بعيد، ما تدرون عني. يمين بالله شعور لا يوصف. إذا كنت من سكان مدينة اطلع عند أخوياك، خذهم معاكم فطور وطلعوا فوق الجبل، بس ما أنصح الدبب يطلعون فوق، لأن صراحة والله الأرضية مرة تخرب. وإذا أنتم ما تحبون تطلعون يعني الجبل أرجوكم، في طريق بسيارة من ورا تطلعون كأنك في جبال الألب. يا سلام براد، درجة الحرارة هنا 1 تحت الصفر. والله اني خايف شايف من النزول، بس يلا خلي خليك السدوشته. اقدر ادق على الدفاع المدني اقول له مصاب، والله الرجول حقي زي كذا يلعب. والله خايف يعني تطلع لحالك، صراحة الأمر عجيب غريب، ممكن ما يفيد. الآن وقت النزول إلى الأرض، لأنني في السماء ما بين السماء والأرض فوق جبل أحد. يا أخي جبل أحد ترى جبل كبير، لا تحسب أنه أني قاعد أصور جبل، أني بس طرف، ترى أنا جزء جالس في جزء من طرف جبل أحد، ترى كبير. هذا يعتبر زي السلسلة. سبحان الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع الجبل جاته رجفة الجبل، فقال أثبت أحد عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أما الشهيدان وهما عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنهم كيف أجيب لكم باللغة العربية يعني حيموتوا غدرا، اللي هو عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب. فهذه من كمان من دلالات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأت من هذا الحديث أو معناه صححوا لي. فالآن وقت النزول، وحبيت أشارككم هذه الطلعة الجميلة والممتعة. والآن شايل هم النزول، والله شايل هم النزول، ربك أنا معي، لا لا ليش مفروض هليكوبتر معايا. انا حنزل من هنا اجي كذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا. والله اني خارشها مرة. امين يخلع، هذا كيف ينزل منين؟ كيف ينزل؟ يمين شوك. دخل دخل رجولي، رجولي والله دخل رجولي. ايش طلعني؟ ايش طلعني جبل؟ ايش طلعني جبل؟ ايش الجبل ذا اللي كله فخاخ؟ كله شوك يا رجل. يمين دبابيس
مسامير كله فخ. يو لطيف يا لطيف، شوك ثاني مرة يخلص. نشتغل لاعدين أهل أهل أبو أم الجبل. فين الربيع نشف وصار شوك يا لطيف رجولي. ها يدي يمين الشوك زي البرشومي في يدي. يا رجل كله أعشاب وشوك وطوب وخفخاخ. يا لطيف الحمد لله نزلت. شوف 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 طحت على زيها، طحت زيها. بسم الله. هذا الغابة يمين نازل مع درب مرة له درب كله شوك. اوف شايفين كيف زحلك؟ في كلب هناك. يمين نزلت مع طريقة ايوه. والله هرجة لو يدلقوا حقون الجبل. ماني جايكم يرحم ابوكم. عني اروح حصار ماني طال فيك ابن حلال. يمين بالله ثلاثه مدري اربعه يلحقوني الجبل. والله لو يلحقوني الجبل يا ويلي والله يقطعوني يا ويلي يا ويلي. امي ليش طلعت الجبل انا؟ والله ماني طالي لعن ابليسك ماني طالي لعن ابليس. والله ما يهودا والله ما طلع الجبل بس والله ما طلع الجبل بعد كده. يا ويلي يا ويلي والله حس قرب والله رجولي تترافض يا عيال. عوذ بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اوف اوف يا ابوي هذه كلاب حراسه ما هي كلاب عيديه. يا ولد شافني من فوق الجبل قاعد يهوهو هاو 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 هاو. تبغاني اوقف له يا واد؟ تعرف جوجل ماب لما يقول لك اقصى اليمين؟ اقصى اليمين الى المنحدره. بس اني ما ارسلتها بعدين هرسلها. شوك دخل في البوت. والله البوت حقي صيني. الحمد لله يا رب رجعت سالم. اقسم بالله ما اتوقعت اني افتك من الكلاب. الكلاب ترى كانت في حوش وينقزون من اول يبغون يطلعون فوق الحوش عشان يجوني. شايفيني من فوق الجبل وانا قلت بس الحين يطلع صاحبها يفلتها يحسبني حرامي او شيء. بس الحمد لله اني على طول سويت اقصى اليمين. يا الله بس بوريكم حاجه من اول قاعده اتالم. بس بوريكم الشوز. الله يكرمكم يا رب ويعزكم. كميه الشوك اللي خش برجلي مستحمل ومن خرشه كلاب ماني حاس فيها. See you later.